في شأن مغربي آخر، وفي إطار التحضير للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي ستشهده مدينة مراكش بدءا من 9 من الشهر الجاري، أوضح محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وزارته بشراكة مع دار الصانع، أوضح أن هذه التظاهرة تأتي لإبراز الدور الأساسي الذي تلعبه الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الترويج لصورة المملكة المغربية على المستوى الداخلي والخارجي. أسبوع الصناعة التقليدية سيعرف مشاركة 2200 عارض من مختلف جهات المملكة، وهو مناسبة للاحتفاء بالصانع التقليدي والصناعة التقليدية، فضلا عن تنظيم عدة ندوات ودورات تكوينية. هذه الدورة الخامسة ديال الأسبوع الوطني غادي تكون في واحد الحلة جديدة، لأن عادة هاد التظاهرة كتكون جهوية، عندنا 12 تظاهرات جهوية. اليوم هاد السنة ارتأينا أن تكون تظاهرة اللي كتجمع الجهات كلها، اللي كتجمع الحرفيين كلها، واللي تكون في مكان موحد اللي هو مراكش، العاصمة ديال الصناعات التقليدية والعاصمة كذلك ديال السياحة. نطمح من خلال هذا الحدث إلى مزيد من تعريف المغاربة بمنتجاتنا التقليدية، مزيد من تعريف المغاربة بالتطور اللي عرفته الصناعة التقليدية، مزيد من فتح الأسواق جديدة للصناع التقليديين، مزيد كذلك من الشراكات ومن التعاون على مستوى الجامعة، على مستوى البحث العلمي، على مستوى المؤسسات العمومية، لأن الصناعة التقليدية هي منتوج وطني، وهذه المنتجات التقليدية تحتاج إلى تضامن جماعي من طرف كل القطاعات. نحن فعلا هذه وزارة وصية، ولكن القطاعات الأخرى كلها مدعوة بما فيها الجماعات الترابية إلى مزيد أولا من تعرف المنتجات التقليدية ومزيد من حمايتها ومزيد من تطويرها، وهذا أكيد ستكون له آثار إيجابية على المستوى الثقافي والحضاري، وعلى المستوى مزيد من التشبث بالهوية المغربية والأصالة المغربية، وله كذلك تداعيات على المستوى التنموي الاقتصادي، نظرا لأن هذا قطاع مشغل بامتياز، وقطاع كذلك اليوم يساهم في الناتج الداخلي الخام ويساهم في تشغيل يعني 20% من الساكنة النشطة.